بابا فارز. هي من أصول أرمنية لبنانية، من عمر 17 سنة وهي بخدمة الإعلام. انتقلت من شاشة لشاشة، وما في شك إنه بكل مكان كان لها بصمة مميزة. حاورت أهم الشخصيات السياسية، ومنهم الرئيس الأمريكي جورج بوش والزعيم الليبي معمر القذافي وغيرهم، إلى جانب التكريمات العديدة كأفضل إعلامية وتقديم حفلات عديدة كحفل الميركس دور. وهيدا بمعزل عن تدريب الطلاب لوصولهم للقب إعلامي أو سياسيين عرب ولبنانية حتى يتمتعوا بإطلالة إعلامية مميزة. صارت برامجها محط أنظار العديد من المشاهدين بكل إطلالة أو حتى مقابلة، تتصير هي عميدة المقابلات ببرنامجها انترفيوز. وإذا جينا للموضة يلي كانت تواكبها، صارت من أهم مشاريعها. هي بكل بساطة نجمة الحوارات السياسية بولا يعقوبيان. لك هشام، انت ما لك عليه قبل؟ طبعا ما لي عليه اكيد. هذا مش انا عامله اكيد. انت اليوم نجمه الحوارات السياسيه، انت المراه الاقوى. مين ما عامله؟ ثانك يو. بس انت المراه الاقوى بعالم الحوار السياسي؟ لا مش ضروري. ليش هي فيها مراه ورجل كمان؟ لا شو، لا ما في مراه ورجل، لا انت بس في مرآه الدجاج. يعني بس عندما تخضعين للمقارنه، تخضعين للمقارنه مع مارسيل ووليد عبود وجورج صليبي، ولا تخضعين للمقارنه مع الكل؟ شدا عمر مثلا. ليش ما بخضع للاثنين؟ هاي سؤال للكل. إيه وين بتحطي حالك بيناتهم؟ انا حطني اخر شيء. والله كلهم زملاء بقدرهم وبقدر بالنسبه للمشاهده. اوكي بس لا كاداء. كاداء كأداء ما حدا بقيم حاله. ما حدا بقيم حاله. لا ما حدا بقيم حاله. وأنا وقت أقيم حالي بكون كتير قاسية مع نفسي. عم شوف صور لك قديمة، عاملة عملية تجميل؟ من جديد؟ لا عاملة قديما. والله؟ كتير ولا شو؟ عاملة من خاري. معنو ما كان حلو مش كما. لا بس هذا هو عاملة من خاري. وبعتقد ببين يا هشام اذا في شيء. بوتوكس ما بوتوكس ما في؟ لا ما في. طيب بجقرك بجقر مع انه ما في شيء. لحظه، عامله بوتوكس كذا مره قبل بس هلا ماني عامله بوتوكس. انت انت عمليه تجميل بس اواخر 5 سنين عم تحكي؟ لا 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 بالعكس، منخاري عملته من زمان كثير، من شيء 12 13 سنة. طيب الاعلاميه او الاعلاميه بالذات عندها شو بيقولوا بصور القديمة؟ لحظة، شفتني مغيرة عن صوري القديمة؟ في محل شعراتك يا لطيف. لا بس انه ايه شعري، شو بدي اعمل له عملية تجميل لشعري؟ انه ايه بصبغه. لا لا عم بحكي، لا بالعكس مانك مغيرة، زيت الشكل تقريبا بعدين، عن جد زيت الشكل. من القليل اللي ما تغيروا كثير يعني. المرأة كالإعلامية عندها صلاحية؟ يعني كبر السن، كبر السن بيأثر على أدائها، على قبولها؟ حسيت اليوم انه انت اليوم مثلا قربتي تصيري غير مقبولة عند المشاهدين مثلا؟ بسم الله عليك بعدك صغيرة. بس بعتقد انه يمكن بعد كم سنة ايه بصير انه كبرت، ممكن ممكن. بالنهاية كم سنة تقريبا؟ هلا عمري 39. من زمان هذا الموضوع ما كان موجود يعني؟ بلا كل عمره موجود، بس قبل كانوا يعطوا قيمة ل كانت مذيعة الأخبار، مذيعة أخبار بدها توصل الخبر. شو صارت هلا؟ عارضة تضيع. صاروا أكثر والكل عم بيشوف، ويمكن منا شغلة عاطلة إذا الناس مبسوطة، بس إنه صاروا كتير في اتكال على الشكل أحياناً يعني. أكثر من الدماغ؟ ببعض الأحيان إيه، ببعض الأحيان في دماغ وفي شكل، في اثنين سوا. لا أبداً، بس إنه في ترند بلشتها الام تي في والكل عم بيقلدها. شو رأيك من مذيعات الام تي في، جمال وذكاء ولا فقط جمال؟ في هيك وفي هيك. مين جمال؟ ما أوعى تفوتني بالمين، عن جد ما تفوتني بالمين. تخيل انه انا جاي اقعد اي من الناس واعطي الشهادات، بس انت بتعرف لما بحكي وكلنا بنعرف انه في محلات بتحس انه في صحفيه وحلوه، في محلات في حلوه مش صحفيه، في منهم مثلا صوتهم جيد القاء جيد بس منهم صحفيه، بيقطعوا منهم كارثه. هلا يعني اذا بسميلك بتقولي لي ايه او لا؟ ولا بتمنى ما تسمي لي عن جد. كل ليك اللي بتسميهم كلهم بجننوا. طيب وصلنا للثنائيات، بدك تفاضلي؟ لا هيدي اصعب فقره. ما بحبها ابدا. بتعرف ليه؟ شو مين انا لفاضل بين الناس؟ ما في ابشع منها. بتحبي كل الناس قد بعضهم؟ لا بس بخاف اظلم. طيب مش رح نبلش مش ناس، نشرة اخبار الجديد ام نشرة اخبار ال بي سي؟ اوقات بحب قصص هون اوقات بحب قصص هون بكل صراحة. طيب يعني بفضل مثلا مطلع ال بي سي، مع انه يمكن مريم صديقتي وبحبها كثير، ما بعرف مين بيكتب. بتفضلي مقدمة ال بي سي على مقدمة الجديد؟ مهنيا ايه. بتفضل انت عرفت انه مقدمه ال بي سي اليوم صار 10 ايام ال بي سي بلا مقدمه؟ شو رايك بهالخطوه؟
ما لازم نوصل له يوما ما، يعني عيب بال 2015 يضل في بيير الظاهر يقول النشر. المواطن اللبناني ليس بحاجه لمقدمه لكي يفهم شو عم بيصير. ما عم بتفهموا شو عم بيصير، مقدمه عم بتكون تحليل 100%، عم بتكون محاوله توجيهيه. البي سي مؤخرا مقدمات كانت عم بتكون لها علاقه كثير بالناس، بحقوقها، بالمواطنه. مدير الاخبار صغية كثير كثير بحب عقله، مع انه ما شفته بحياتي، بس الشغل اللي عمله بالال بي سي شغل رائع. اخذ الال بي سي من مطرح متقوقع، احيانا ما تزعل يعني ما يزعلوا بالال بي سي، تافه، لمطرح في كثير من العقل ومن المخ. كثير بحب شو عمل، ما شايفته هلا، اذا بشوفه ما بعرف كيف وجهه. ايه بعرف، بس هلا اصلا مريم بسامي بقى انه بقى تحكي معك، صار عندك بتعمل. لا بحب مريم كثير، بس شو خاصه انا شو قلي بنشرة الاخبار، شو حيعملوا لي؟ اوكي، اشرف ريفي او نهاد المشنوق؟ ليه بدي فاضل بينهم؟ استاذ نهاد بعرفه من 100 سنة. ليش فاضل بيناتهم؟ انت بدك فاضله؟ قال نهاد مشنوق عم سادك. عم بشرب خذي وقتك معنا. نديم قطيش. نهاد مشنوق يعني؟ لا ما لح يعني اليوم ما لح فاضل بس انا اكيد. طيب بين طريقه رح اقول لك احيانا بين طريقه نهاد مشنوق ذلك الرجل اليوم مقبول وعند تقريبا عند كل اطياف اللي هو بيتناتوا بالمستقبل. هذا عنده طريقه مفتوحه. ما تخبرني عنه، بعرفهم كثير منيح، بس بدك مضطره لازم اقول اسم طبعاً. اجباري بقصه الزواج المدني مثلا استاذ نهاد، انا كان موقفه ما كنت افهمه اشرف ريفي، واللي وقع اشرف ريفي كثير بحبه وكثير بحترمه وعندي كثير اسباب لذلك، صدقني ما لها علاقه ابدا بأي انتماء سياسي. حتى بصورته مع العالم التركي شفتي له الصوره شو حلو شو مهضومة. شفته انه راح لبى دعوه اردوغان على لقاء غاليبولي مثل كثير ناس لبت، كنت بتمنى ما يلبي، بس هيدا رايه وهيدا قراره. انا كنت بتمنى ما يروح. سعد الحريري ام رفيق الحريري؟ شهيد رفيق الحريري استشهد. ما فيك تفاضل بين شخص عايش وشخص مش عايش، يعني انت اخليا مش هيكم اشتغلوا سياسه؟ بلا. طب قولي لي بالاداء السياسي. انا ما بعرف الرئيس الحريري رفيق الحريري منيح، انا عامله معه مقابله سنه 2000. ما بتعرف تاريخ؟ بدك مفاضله تاريخيه؟ طبعا مفاضله تاريخيه بين الاداء والاداء. اداء سياسي. انا عم اقول لك على اداء سياسي واداء سياسي سعد الحريري. هذا اول مره بسمعها بالتاريخ، انه بين الشيخ سعد الحريري والشيخ رفيق الحريري عم تحكي اداء سياسي. شخص عم بحكيك رأيي. شخص كان اشتغل على الجمع بين اللبنانيين، وشخص اخر كان جزء من اصطفاف كبير. رئيس سعد الحريري بيشتغل على تفريق اللبنانيين؟ انا ما قلت هيك، جزء من اصطفاف قلت. ما بعرف مين اللي حندمع. لا مش عم بتصطفل دمع قد ما بدك، بس عم بعطيك رأيي. ما شفت يعني بشو ما زالك هيك ما حفاضل بقى. لا يفاضل بعد. امين الجميل ام سمير جعجع؟ بشو هيك بالمطلق؟ بالشعر. من احلى الشعر امين جميل اكيد. ايه بالشعر الرئيسي. بالاداء السياسي ايضا، كل شيء بالسياسه معك بشو يعني شو بيعملوا بالاداء السياسي؟ ما بعرف. امين جميل سمير جعجع؟ ما هلا عم يطلع براسي كل السلبيات، مش عم بقدر، مش عم بعرف فاضل شكله ولا واحد. لا انه مش عم بعرف فاضل بصراحه. عم يطلع معك السلبيات بس تفكري لما عم تخيرني هيك مش عم بتذكر ايش اللي سلبيات اقل نقي. مش عم بعرف، مش هي هي النقطة، بس عن جد صدقا يعني عن جد ما عم بعرف فاضل سليمان فرنجي ببعض المواقف اللي لها علاقة بمثلا بقي على موقفه بكثير مسائل ما فيك ما تحيي لدكتور جعجع عليها، بمسائل أخرى الرئيس جميل كمان يعني كان عنده بمدى التصاقه. ما بعرف بمدى التصاقه ب 14 أدار أمين جميل مش كثير شكله ملتصق، ومع ذلك مش عم بقدر فاضل يعني بصراحة. بالسياسة أنا عم جرب ساعدك، بس لا في مسائل مثلا بالأرثوذكسي وكذا إنه أنا كثير زعلت من دكتور جعجع. بعض المسائل لها علاقة بالمواطنة. أنت ضد الأرثوذكسي؟ بعض المسائل لها علاقة بالبلد، إنه يبقوا نسيج واحد، يبقوا الناس بلد واحد. انا ضد كل شيء بفرق اللبنانيين. يعني انت مع التيار المستقبل هو يطلع مقاعد الارمن ببيروت؟ لا، ولا انا مع اللبناني يصير مواطن صالح ببلد. جاوبيني، انت ويصير مع التيار المستقبل هو يقرر مقاعد الارمن ببيروت؟ لا، انا مع الرئيس ميشيل عون يطالب بنواب سنة وشيعة، انا مع دكتور جعجع يطالب بنواب سنة وشيعة، انا مع تيار المستقبل يكون معه نواب مسيحيين. اسمعني منيح، انا مني مع الفرز. هيدا الفرز أسوأ شيء معقول يصير معنا. سليمان فرنجية أو ميشيل عون؟ جا
جبران باسيل. اوكي شو نقطة التقاء؟ ما بعرف. ليه؟ ما بتعرف؟ لأنه عن جد ما بعرف كيف بدي فاضل، إنه عم بقول لك كل ما بتقلي أسامي بتطلع السلبيات براسي، مش عم تطلع الإيجابيات، مش عم بقدر فاضل، بصير إنه عم بيصير معي أنت من عطل. أنت سلبية؟ لا يمكن ما بعرف أو بوزيتيف أنا بس. يعني ما قدرت تنقي ما قدرت تنقي بين سلمان فرنجي وميشيل عون؟ بشو؟ بالاداء السياسي بادائهم اخر 10 سنين. انه ما فيك تقول انه كمان. طب بالرئاسه سلمان فرنجي او ميشيل عون؟ ميشيل عون. اوف. انت من هيدا الفريق بتيار المستقبل؟ لا لانه لسبب واحد كثير استاذ سليمان فرنجي كثير يعني خلص هيدا الخط وهيدا الناس بتحترمه على ذلك بتحبه لذلك وما فيك ما تحترم يمكن هيدا الشيء بس انه اوقات بحس السياسه بدها براغماتيه البلد لبنان بده كثير من الحكمه لتقدر تمرق الامور يمكن ميشيل عون بيقدر يسلك الامور بالتي هي احسن اكثر شوي من سليمان فرنجي اللي موقفه كثير كاتيجوريك بس انا نحن بنقول مش ما بنقول ميشيل عون بنقول جيران ميشيل عون بس ما بيأثر نمرق لك انت ما احمد الحريري او نادر الحريري كمان كيف بدي فاضل نادر الحريري يمسك بملف العلاقه مع الاحزاب الاخرى مستشار قريب من الشيخ سعد الحريري احمد الحريري بتيار المستقبل يلعب دور القائد الميداني هيدا اللي بيربط مع الناس يشد عصب الشارع ايام بيحكي بحده اكثر من نادر الحريري ماذا تفضلين اولاد بهية الحريري صدقنا شيء رائع وهي سيده رائعه عن جد ما بعرف فاضل لانه ولا واحد بيست فريند انا وياه مثلا كل يوم بالاداء انا ما بحكي على المستوى الشخصي ما بترجع عم بتردني على اداء في شخص طيب. عام وفي شخص ما بيصرح ولا مره انا نادر الحريري ما بعمري شفته مصرح على شو بدي احكم وئام وهاب او سالم زهران وئام وهاب ليش شو مشكلتك مع سالم ما عندي ولا مشكله مع سالم بالعكس ودائما يعني وين ما يكون موجود بينقلوا لي كلمات عطره وطيبه بس انه وقام اصحاب انا وياه بعرفه ممنوع يطلع سالم زهران يطلع معي كمان ممنوع صراحه مش سائله بس ما بعرف شو بتقولي لك مش سائله لك ممنوع ولا مش ممنوع ما بعرف عن جد ما بعرف بالنسبه لاستاذ وقام ايه سائله وبعرف انه بس لسالم زهران صراحه ماني سائله سالم زهران بس كنت بس مع حزب الله معقول يطلع على المستقبل ما بعتقد انه هي هي النقطة وصراحة لما سألتني ما فكرت ما أخذتها أبدا من هذا الاتجاه بس على كل حال بالنسبة لأستاذ وئام خليني أقول لك انه صديق وبعزه ويعني ما بدي يزعل أستاذ سالم ما في معرفة خلص زعل وخلص ما في معرفة شخصية بينما أستاذ وئام بعرفه بشار الأسد أم رجب طيب أردوغان؟ بشار الأسد مع انه بكره حلو مع انه صار مذهبي وطائفي يعني وصار كمان شد العصب شغله ضروريه بسوريا لا هشام بليز اسمع هول مهمين للبنان مش مهمين لسوريا مسألة شد العصب والوضع المذهبي والطائفي اذا ما طلعنا منه ما بعمرك عندك بلد دبش على باسبور لاولادك وشحنهم لان في مشاكل مع الارمن بسوريا علاقه صدق وحلف يا حبيبي وتحالف يا حبيبي ومصير بلا واحد بلا هالتصاريح الكل عم بتاجر وعم بيذبح الشباب مش مزبوط طب ليش موقف الارمن بسوريا ما بشار الاسد بدك ليش موقف الارمن بسوريا ما بشار الاسد مش عم تخليني اجاوب بدك الموقف المزبوط هو المفروض يكون الحياد لانه بهيدي المساله الكل عم بتاجر بالناس وعم بتاجر بالدم قصه سوريا صراع مستمر ورح يخلوه مستمر طالما مستفيدين نعان اللي بيرحلوا بسينه بيك صراعات طيب. مش هالشباب اللي عم بيجوا بالصناديق داعش او النصرة ما بعرف مين اضرب يعني اسوأ من بعض شو عم تخيرني داعش او النصرة بس النصرة تحظى ب يعني انت عارفه انه النصرة اشطف زوم ما بعرف ايه بس النصرة قد يكون انه تحظى بدعم دول مجلس التعاون الخليجي وتحظى بدعم تركيا لا انا بعرف وهي انا بعرف انها على لائحة الارهاب حبيبي وانت عارفه انه هي كانت على لائحة الارهاب السعودية على لائحة مفاوضات ايضا على لائحة الارهاب السعودية والامريكية والاتحاد الاوروبي ما عم بيكفي لا ذبح جيش ذبح جيش لبناني يا هشام ما تقول لي وينه كيف ما بتجريني بدافع عن السعودية بالاخر ما بعرف ذبح جيش اللبناني بدك اقول لك شيء بدي اقول لك شيء وممنوع تقطشوا انا من الاشخاص اول شيء ما بقطشوا انا يعني لا ليك هيديك قطشوا
إذا بده قطش قطشه بس حكي ما بينقطش. عم بحكي عن ثاني على فكرة. أنا كمان نيتك شو عاطلة. مرحبا مدام. هشام أنا من الأشخاص اللي درسوا واستمروا لأنه صهري توني كرم كان يشتغل بالمملكة العربية السعودية بعد ما مات بيي كان يبعث لنا مصاري لندرس. هلا اذا بدك تدمع وتبكي بعطيك بصله لا. دمع عليها بس هيدا واقع بيشبهني كثير من اللبنانيين اللي ثانك يو عايشين من شكرا على اخلاقك من شكرا على اخلاقك من فضله الخير اخلاقك طيب. اخلاقك طبعا ديما صادق او ديانا فخوري لا ديما صادق ديما صديق لا بحبها لديانا وحبوبه ومثل القمر وبتجنن بس كمان ما فيك تقارن ما لك حق تقارن لا لك لي ديما جمال هي ديانا فخوري مثل القمر بدون مثل بدون ثقابه اللي كنت عم تحكي عنه مذاعات الام تي في ما عم بحكي عن حدا شفت لما تسمي وعيب تسمي بالعكس خليني يا عمي ديما عندها برنامج سياسي ديانا بتقدم نشرة كيف بدي احكم بيناتهم بس قلت لك ديما لان ديما كثير صاحبتي وبيجمعكم انت وديما ذوق الفاشن وهالبلسو حلو اثنيناتكم تجيبوا اشياء سينيه وهيك بيجمعكم هالطريقه العيش ال حلو بيقولوا عم بتطلع يعني بزناري الدولاب اللي اصله دولاب ما بتش حاسس لازم تشلح الزناري كثير ديما بتلبس كثير حلو ما فيك تقارني بالفاشن بديما ابدا لانه بدي مليون سنه هي انا بنزل خمس دقائق على السوق مره بالثلاث شهور هون هي بتروح خمس دقائق على الباب وبتشتاق للسوق لا لا ديما بالعكس مزوقه ويا ريت نقيله ثيابي ولا لا بالعكس انا حبيت طيب ساعة سريعة ساعة فاشن ايكون قرر لا انا قلت فاشن ايكون عندي بس العكس انا كثير قلت كثير حلوة وانا مع الطبيعة ومع الجنينات ومع كل شيء له علاقة بالخضار ما ليش انت انت انسان رومانتيكي ليش اخذتيها شيء منه منيح طيب جوليا ام ماجدة الرومي؟ جوليا عساس عساس بحبها لا بحب ماجدة الرومي بس مع الغناء للمقاومة مع المواقف السياسية بالغناء بفضل أنا الفنانين ما يصطفوا لا يمكن كم ست ماجدة اسم كبير وكل شيء بس يعني يمكن مؤخرا سمعت جوليا أكثر مع محبتي الكبيرة للآيكون اللي هي سيدة ماجدة الرومي اللي بتطير العقل مارسيل غانم أم وليد عبود؟ مارسيل غانم انت اصدقائي كلهم اللي عم بحكيك عنهم ايه كلهم اصدقائي بس انه جبرتني احكي وسمي بقول لك ايه استاذ مارسيل مع انه وليد بيعمل شغل رائع وبيحضر بشكل كتير جيد وادائه بجنن استاذ ال بي سي او ام تي في بشو اوفر اول حسب شو بكل شيء بالاخبار اكيد ال بي سي بال برامج بعادل كرم بقول لك ام تي في اذا اليوم بدك تنقل شغلك ولابد بدك تنقي شو مين بتنقي اذا بدي اعمل شو بدك تنقلي شغلك بدك تروحي على محطه من محطتين وانا كنت بالال بي سي وكنت بالام تي في كنت شو بتفضلي تنقلي اليوم ترجعي لوين هلا اذا بدي انقل ما لح انقل على شيء محطه انا رايحه على شغل اخر مختلف جدا شو رايحه في شيء في شيء بس هو منه رسمي في اكسترنال بانل عم يعملها البنك الدولي اختار ستة من العالم انا واحدة منهم على اي اساس اذا بدي يكون في عندي شيء محل بدي اشتغل احط جهد وتعب هو بهذا المطرح البانل هي on diversity and inclusion معي رئيس سابق لجامايكا معي سي اي او تبع بيبسيكو اللي هي رقم 13 most powerful woman بالعالم بس انت تجي اوبرا بعدها بمرتي ما بعرف كيف اختاروني بس بشكرهم حدا زكاك لا ولا لهم علاقه تاع المستقبل ولا هيدا الرئيس البنك الدولي هو اللي عمل البانل وهو اللي الفها واكيد ما له علاقه تاع المستقبل بشكل من الاشكال انا خبرتهم انا اللي خبرتهم شو بيجيكم اوبورتونيتيز اللي بالارض ما عم بيجيك بلا انا جاييني بوست هلا تيلر ببنك صادرات ايران جاييني صراحة سلر بعد مصاري كل المحال لا بيجينا بوستات نحن هون ميلتنا بيجينا بوستات حلوة كثير نحن هون كثير بيجينا بوستات حلوة هلا كمان جاييني مساعد مدرب بنادي العهد يعني جيني هيك أمور يعني بال ما أهلا والله عن جد كيف فجأة هيك بيفتحوكم على البنك الدولي وهيك طب ما بتكون موظفين بطيار المستقبل؟ كيف؟ ما بتكون مستقبل ما بتكون موظفين بطيار المستقبل؟ اهلا وسهلا فيك بس مش انا بوظف على فكره هلا بس فيلي بركي انا بعمل بروجرام سياسه تاع المستقبل مني فيلي باقيه غصبا عنك بس ليش باقيه
شو اخذي من دربي؟ بقي على قلبك. شو اخذي وحياة الله مش اخذي من دربي؟ صحتين عندك الواحد بعد مس... لحظة ما سمعت بالخبرية بدك تعمل برنامج محلي. محلي ايه بس انه مش انه بدي اعلي الريت على المستقبل شو بدي اتركهم هيك؟ انت علي الاو تي في وابو زيد ابو زيد خيالك. طيب نديم طيش او عادل كرام؟ مهضومة ما تقولي لي هي قوية. طيب ما كمان ما بيشبهوا بعض، كل واحد يعمل شيء، انه كيف بدي قارن؟ طيب ليك موزة او تفاحة؟ شو قول ايه موزة او تفاحة بعد الاكل؟ شو؟ في ناس تقول موزة ناس تقول تفاحة، انا مثلا بفضل الموز. اها موزين؟ للاكل بعد للاكل بعد بعد الغداء. لا عن جد بين بالساركازم عادل كرام بالساركازم بيعمل شيء مختلف كليا. اوكي بالسخريه بالساركازم اثنيناتهم بيعملوا ساركازم اثنيناتهم بيعملوا نديم بحضره كل ليله اثنيناتهم شيء بيعملوا عادل بحضره مره بالجمعه. ما هو اصلا مره بالجمعة. لا عن جد لا انت بهلا مش لا عن جد بس خيال لا لا بحبهم اثنين المهضومين ولذيذين. عم فكر عن جد عم فكر انه عادل شيء مختلف كليا بالساتير بالسخريه عادل اذا بدك ترتاح نفسيا ولازم اعطي اسم بس مع انه نديم كثير بحبه وبتابعه ورائع لا مش توليت ابدا. تسمعي اغاني كيفك بالاغاني؟ بسمع. شو بتسمع؟ بتسمعي عربي؟ ام كلثوم ولا فيروز بتسمعي؟ بسمع فيروز. فيروز بتحبي فيروز؟ بسمع فيروز كل يوم الصبح مثل كل اللبنانيه. مثل منقوشه فيروز صار كل يوم الصبح وبسمع بول بده فيروز الصبح. انا ما بعرف كيف بيسمعوا فيروز بيرجع بيطحشوا بالسيارات وبيفوتوا ببعض واعصابه مهريه وبده يقبرك. كنت لازم سمعك فيروز قبل ما تجي اعصابك كانت اول ما بلشنا بالعرض. هلا انت بفهمك انا جبتك وراتك لانك قوي قوي كثير انت قلت اقل شيء انرعب قلت بشار الاسد وقلت ايران بالاول بتشي هشام اقل شيء واحد ينرعب بدي اختم بدي اختم على بالك نكفي ولا بدي لا كفي خلاص شو عنا بدي اختم لا قلعت لا عن جد هلا قلعت بدي اختم شيء للسيده فيروز. فينا نختم بشيء للسيده فيروز لانه ضيفتنا بتحب السيده فيروز وكل ضيوفنا بحبوا فيروز. اهلا وسهلا فيك الاعلاميه بولا يعقوبيان اعلاميه. ثانك يو هشام اعلاميه من الماضي للمستقبل من الماضي بذاكرتنا وجزء من المستقبل. يا نوسك انه كنت بالبامبرز تحضرني ما هيك؟ لا كنت احضرك انه كنت صغير باليوبا لا بس كنت صغير ما كنت انه شو عم تحكي 94 كنت صغير ما كنت كبير انه انت اكبر مني بالعمر سباس اتس انت خلقان كبير انا خلقان كبير عم تحكي ايمي هلا ما عم نحكي عمر ما عم كثير انبسطت كثير انبسطت بهال لحظة صرح انك اصغر مني بسنتين هلا انا اصغر من الاعلامية بولا يعقوبيان باربع سنين. علي قد ايه عمرك؟ عمري انت شو عم نقول انت عمرك 28 انا 24 انا 32 انا عمري 39 صاروا باربع نسان 39 انت قد ايه عمرك؟ لا انا اصغر مني 36 طيب 3 سنين ماشي شو بكي تفريتي سبب؟ لا بالعكس ما قلت لي 37 قبل الهوا قلت سنتين لا بس صاروا 37 بعد شو بده ولا بدي كمان بلش فول على حالي من هلا بده وقت لصير 37 كثير انبسطت فيك بولا يعقوبيان من اليوم رايح صرنا اصحاب صلحنا على الهوا قدام كل الناس مع انه ما كنا مخناقين كان في شو بيقولوا انت فاكره انه انت فاكره انه انا ما بحبك شايفك انت اللي كنت ما بتحبيني مش اسمه مش انا ما بحبك وتصالحنا اليوم على الهواء مقابله كثير مهضومه وكثير حلوه وفيها من كل شيء. اهلا وسهلا فيك ان شاء الله دائما بتكوني بهالهمه وبهالانرجي اللي عندك. عندك كلمه اخيره بدك تقوليها بدي اشكرك واشكر الاو تي في وبتمنى ما تقطعوا شيء. لا ما راح عن جد وحياتك ما رح نقطه شيء بحلف لك انه ما رح اقطه شيء فيك بتحلف وحياتك ما رح اقطه شيء بس ولا شيء ولا شيء ولا شيء وحياتك لا بالحلقه ولا بعد الحلقه وبدي لك شغله بس لسانك مكسر بس يفسخوا معك الكونترا بقناه مستقبل مره حلقه الليله. اهلا وسهلا فيك مكانك محفوظ بالاو تي في عن جد طبعا بتعملي البروجرام اللي بدك اياه محل جو عزيز لا 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 مش محل ما نحن عندنا المشكله البروجرام السياسي محجوز تعملي شيء عن الفاشن اعملي شيء عن حقوق المراه شو لا بدك لا شفتي موضوع حقوق المراه موضوع السكربين بنقدم حلقه مني حلقه من جو عزيز اوكي حلقه منك حلقه من جو عزيز شفتي موضوع العنف ضد المراه والسكربيني اللي لبسوا سكربيني حمراء شفتيهم بالداون تاون شفت شوي شو رايك بال مهضومين ايه ليه لا اوكي انا حسيتها شوي انه الرجال يلبسوا سكربيني معلش يعملوا اللي بدهم اياه بعتقد انه خلاقين الشباب مشاهدينا الكرام اورفوار امير
كل مكاتبه أخذ الهوى بيعز علي جنبي يا حبيبي لأول مرة ما بيكون سوا سألوا الناس عندك يا حبيبي كتبوا المكاتب أخذ الهوى بيعز علي جنبي يا حبيبي لأول مرة ما بيكون سوا